نجم على الغنوشي اللي زاد تجمعي آخر للمستشارين متاعه بعد الغريني جاب عبد جليل المسعودي اللي هو مدير جريدة لونوفو جريدة التجمع. شنو رأيك؟ خلينا معناها من الغنوشي ولا من إكس ولا إجريك، معناها بالحق زادوا أزموها الحكاية أنه هو مثلا يرجع تجمع ما يرجعش تجمع. صراحة معناها ما كناش متقلقين لا وقت التجمع ولا بعد التجمع، احنا تو متقلقين على خاطر كل حد يحب ياخذ روحه. هذه بلاد سهلة، حرام اللي صاير فيها. معناها بالحق تونس سهلة باش تمانيبيليها، سهلة، عندك بوبيلاسيون قوية برشا، عندك ناس قارية، عندك ناس متثقفة، عندك ناس قادرة. اليوم احنا اليوم شباب 35 سنة قادر يحكم وقادر يغير وقادر يبدل برشا حاجات. معناها ماكش مش تستفاد حتى شيء كي انت تقول لا ما نعديش قانون. تبع حتى في قانون مجلس النواب اللي راشد الغنوشي معناها يكون هو رئيس مجلس النواب وما عندوش حتى سلطة فيه، مشكلة. معناها ماهيش حكاية شكون قاعد يحكم، جست حكاية شنو قاعدين يعملوا اللي يحكموا الكل. هو اللي دخلها قرب لبعضها اللي هو راشد الغنوشي والله بالرسمي، وعندك النهضة إذا بقى والله بالرسمي تنسحب بهدوء، هي اللي عملت بلبلة في البلاد، وهي بالرسمي اللي خلت حطمت والله تونس، وهي بالرسمي خلتنا بقى والله بالرسمي مش نبقوا برك والله صار فينا أصل. والله الإنسان ما صدق الله يستنى يرتاح مك التجمعين زاد رجعوا مرة أخرى حكي زيد كوريا. هو يكبر في الحلف نتاعه لأنه هو حاليا يعيش مأزق سياسي كبير ياسر. أنا نتصور اللي بكل تجرد، أنا رجل كبير بكل تجرد، نتصور اللي ثم 80% من الشعب التونسي يريد رحيل راجل الغنوشي من الحكم ومن السياسة تماما. حركة النهضة والله مرة باهين مرة خايبين، ما همش مالينا عاملونا حد شيء، مالناش احنا. هاكو شوفينا كيفاش نعانيو وكيفاش نقاسيو، كيفاش الكورونا عاملة فينا، قاعدين كان خدمنا كلينا ما خدمناش احنا قاعدين، حتى كانوا عاملين كلمتين ما نحوه. مش معقول، خاطر فهم وحدة وطنية قبل كل شيء، اللي هي الأحزاب وما الأحزاب. فما وحدة وطنية ودولة قبل الأحزاب. نورمالمون تكون مصالحة وطنية لجميع التوانسة، معناها كل النخب وكل معناها الجمعية، كل النخب اللي في تونس ومنظمات المجتمع المدني يفترض أنها تتصالح ولا تخرج بنتيجة لهذا الوطن. حاجة بيزار ونتصور معناتها حارة معناتها البلاد، فهمت؟ يعني بتولي حركة التجمع النهضاوي؟ والله شوف البوليتيك هي راهي لعبه قذره برشا، سامحني معناتها فهمت. دونك احنا ما باللي نحاولوا نفهموها ما نجموش نفهموها، وسكوندو فما مصالح بالطبيعه حاجه ما عارف. اذا كان رجعوا درجة الناس كلها مع بعض هيك ما نتصورش. انا بصراحه ظاهريا مبدئيا انا نتوسم فيه الخيره. يعني اليوم ما تراش فما سياسيين يخدموا مصلحه تونس؟ والله ما فما حتى حد انا ريته يخدم مصلحه تونس، وحتى الاقليه اللي حبوا يخدموا مصلحة البلاد قاعدين يوقفوا فيهم، قاعدين يعملوا لهم في الأصاف العاجلة خاطر ما يساعدهمش، خاطر مافيات، خاطر الناس قاعدة تاكل في خبزة من وراء برشا حاجات فاسدة في البلاد. ما ينجمش يوقف لك تيار ياكل منه في زوز وثلاثة مليارات في الشهر ما يساعدوش، خاطر أنت كيفاش توقفوا له؟ بالنسبة لي أنت نحيت له معناها كل شيء، نحيت له خدمته، نحيت له كل شيء، قالوا هو ما يساعدوش أنه البلاد تتصلح. وبالحق مالوريزمون ما لقيناش حتى حد قرار. راهي تونس سهله بالحق، انا جديت ريبيا عندنا الشباب وعندنا الخدامه وعندنا الناس اللي تحب تعمل الكرياتيفيتي. هاك تشوف كل يوم فما انفستيسمون جديد في البلاد، مالجري الناس خايفه، مالجري الناس مش قاعده متفائله بحد شيء، اما يحبوا يخدموا. ما بالحق معناها شيء اسف انه واحد يخزر لبلاده في الحاله هذه بالحق، وما تلقى حتى حد حتى انه باش يحاول يعمل حاجه انها تغير غدوه مش حتى لي انا ولا لندادي، تغير غدوه حتى للي جاي لاولادنا. واحد من هك تشوف معناها حتى في الشباب حتى حد ما عاد يحب ينجاجي روحه لا في مارياج ولا ينجاجي روحه في اكتيفيتي ولا حتى شيء، معناها على خاطر هو ما يعرفش على غدوه اش فيه بالحق. معناتها علاش الناس كل شيء تقول لك لا انا باش نخرج نسافر، انا باش نمشي غاديك، علاش بلادك ما فيهاش، تونس ما فيهاش. اليوم التجمعيين اللي قاعدين ينضموا للمستشارين نتاع راشد الغنوشي، فما مصلحه لتونس اليوم هكا معناتها؟ لا ابسوليومون ولا مصلحه. الناس اللي يعملوا في تحالفات يبحث على التموقعات، الناس هذا يحب يشد موقع سياسي او قيادي كبير باش يكمل على ما بقى على الفتات الذي بقي من الكعكه التونسي.
هو معتبرين الناس خاصة اللي جاونا من وراء البحار هما ناس جايين ليقتسموا الغنيمة. تونس عندهم هما غنيمة ما صارتش خلاص، كما المصطلح المتعارف به في الخليج غنيمة، يبحثون عن الغنيمة. الغنيمة يفتش بقى الشعب عريان جيعان ما عاد عنده حتى شيء. نظام مصحة ولا معناها التجمعين نظاف، يعني ثم مش كل تجمع معناها مذنب في حق هذا الشعب، فهمت؟ ثم ناس معناها وطنيين وخدموا مع النظام مع التجمع وعلاش لا ينضموا له، شنو المشكلة؟ فهمت؟ مش حتى مشكلة، فهمت؟ وثم بالنسبة للقضايا الأخرى فهمت يحسم فيها القضاء، افترض أنه يحسم فيها القضاء، مسألة تكون التصالح هذا حاجة حلوة، فهمت؟ معناها ما تكونش ثم في صراع على السلطة مثلا، وخاصة نشوف فيها احنا في مجلس النواب هذا معناها حاجة سيئة. هذيك بلبلة يحب يعملها هو ويحب يدخل البلاد بعضها، وقت اللي شاف روحه اللي هو الناس كلها شلقت بيه، اللي الناس كلها مش متكافئة معاه مش متضامنة معاه، يحب يدخل بلبلة في البلاد ويحب يدخل برشا حساب ويحب يدخل لنا في ثورات جديدة ويحب يعمل بلبلة كبيرة برشا برشا، معناها فاقت بيه العباد بلغة أوضح، شلقت بيها العباد وشلقت على المستوى نتاعو وشلقت على تخديم المخ نتاعهم وظرافة المخ نتاعهم، في بالهم هم عقلية كبيرة ياسر ياسر، لكن عقليتهم صغار صغار على التصرفات نتاعهم مش 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 في المستوى حتى طرف. اليوم مش كان انت علاش نسبة كبيرة من الشعب التونسي اليوم يطالب بخروج النهضة؟ علاش؟ لأني هي النهضة هي السبب في اللي صار لنا، هي الناس بالرسمي وقت اللي هي بالرسمي ما عرفش تختار، في بالهم اللي هم بالرسمي هم يتبعونهم في النهضة، في بالهم اللي هو الحزب اللي يكون باهي وهربولو اللي كان بالرسمي يخرجنا من المأزق هذايا، لكن هم ما يعرفوش اللي هو النهضة هي اللي حطتنا في المأزق هذايا. ناس ما يخافوش ربي بالرسمي، ناس ما كناش تتصورهم العباد بالطريقة هذه وبالبجاعة هذه والله وبالفضاعة هذه زادة، ماذا بيهم يقتلونا والله الله سبيل الله. ناس بالرسمي عندهم خفايا وعندهم أسرار وعندهم مشاكل غير عادية والله بالرسمي. قنوش هو اللي خربخ البلاد ودخلها في حيط عمتي ولا لا، وكان وحكاية انتخاباته هو رئيس البرلمان لا داعي، ما يسحق هاي جملة بجد يخربطها وجد يخربخها. شنو ترى السياسة اليوم وين ماشية؟ تونس وين ماشية بالسياسيين الموجودين توا بالمسؤولين الكبار اللي موجودين توا؟ معناتها نحبوها بلادنا معناتها، فهمت؟ خاطر احنا ما عندناش حتى شواء آخر، فهمت؟ هذه بلادنا مستقبلنا، لكن معناتها نحس اللي تونس معناتها ماشية في نفق مظلم. راي حرام انه الدولة عندها الموارد هذه الكل وعندها البحر 1400 كيلومتر سواحل وعندها الفلاحة وعندها كذا وعندها كذا ويصير فيها هكا، بالحق حاجة توجع القلب. ونقول لك حاجة واحدة معناها بالحق، راهي بلادنا ماهيش فقيرة، خاطر كان جات بلاد ما عندهاش موارد راهي طاحت بعد 5 سنين بركة من الثورة، مش اليوم بعد 10 سنين وما زالت تشد روحها. سي كاتاستروفيك بالحق اللي صاير في البلاد، وهكا ترى معناها حتى الناس اللي تحب تتكلم واللي تحب تهبط للشارع تعبر على رأيها، ماهيش حكاية تخريب، أما حكاية ناس ما فهموناش. احنا مشكلتنا وراهي ما هيش في 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 فلوس، احنا معناتها احنا نلبسوا مليح وناكلوا مليح ونعيشوا مليح، وحتى لوروب في شنو خير منك؟ سامحني انت معناها لوروب في النظام خير منك، لوروب خاطر غادي المسؤول الفاسد يتحاسب. هوني برشا ناس عيني في عينك، معناها يخرج لك في التلفزة يكذب عليك، يخرج لك في التلفزة يفك لك، يخرج لك في التلفزة يعمل لك قانون يخدم له مصالح شخصية وحتى حد ما يحاسب. معناها جيست انا نقول حاجه واحده، ان شاء الله ربي يقدر الخير في بلادنا. وبالحق رانا عندنا بوبيلاسيون تاع شباب قاريه، وعندنا حتى اللي ما قراش عمل فورماسيون، وحتى اللي معناها نحبوا ننتجوا نحبوا نخدموا. حاجه واحده جيست معناها راشد الغنوشي مش انا اليوم باش نحكي عليه، معناها فما تاريخ كامل وفما هيستوريك كامل النهضه ينجموا هما يرجعوا. وما نتصورش انه العباد ما تعرفش، معناها يعرفوا دوكوا يلسجي ويعرفوا معناها اسكو معناها هو ينجم يخدم البلاد ولا لا. مي كيما يقولوا معناها مش نفسرها لك، اللي في المجلس هما نفسهم صورة للشعب. معناها احنا عندنا دي بوبيلاسيون يحبوا النهضة، احنا عندنا دي بوبيلاسيون ممنين بالنهضة، فهمت؟ وكهو معناها تجي كل حد يحب يجبد روحه. رأيي معناها انه بالحق معناها كان لازم قرار حازم من شخص ريسبونسابل يقوله رئيس جمهورية ما عندوش صلاحيات. كيفاش ما عندوش صلاحيات؟ سامحني انت اليوم كي تخرج
تحكي مع الشعب، احكي معانا، فهمني انا شنو قاعد يصير في البلاد، علاش نقعد ماشي نحكي وحدي ماني فاهم شيء. قل لي راه غدوه باش يصير هكا، وتو تشوف الناس تدعمك، اعمل استفتاء شعبي يا اخي، انت واخوها باكتساح راك، يعني اعمل استفتاء، قول يا ناس راهو انا الوضعيه هذه مش مساعدتني، راهو هكا راهو هكا، راهو باش نعملوا، احنا مستعدين نتبرعوا، كان ماناش مستعدين نتبرعوا راهو الشعب تونس ما يتبرعش في الكورونا. شوف قداش من مليار لمدوا وينهم، ما ثمش حل للاوضاع في تونس بالرسمي، ما تصرش، شوف البطاله، تشوف الناس ساير فيها، تشوف الدنيا، تشوف العالم، بالرسمي شيء وضع مزري للغايه والله. وصلونا الناس هذوما بالرسمي والاحزاب هذيه والناس اللي انتخبناها وصلتنا الاوضاع مزري للغايه، وصلتنا بالرسمي بطاله تشوفها وميزيريا، وشيء ما يصرش حتى طرف. خلوا العباد تخدم، خلوا والله بالرسمي الناس تقدم القدام.